السلام عليكم كاع سوق الدار الحر وكنقرب في القناه اللي كيوصلنا لقيت واحد القصه واصلاني واحد السيده كتسول قالت لكم لا لا زوجات واحد الراجل كيبغيها كيموت عليها كيحمق عليها ما كرهش النجوم ديال السميحيه وما يديرهم لها بين يديها دار لها احسن عرس جاب لها احسن دار مشى لها احسن فراش احسن ذهب شرى لها في الصباح الخاتم ديال الديامون الراجل لاباس عليه النوش ولكن الكمال لله وحده كما كيقول خوتنا المصريين الحلوه ما يكملش سيتي واحد العيب انه ملي كيتعصب كيضربها لا كيضربها بشويه بشويه المره الاولى كيزير لها يديها المره الثانيه تدع عليها يديها المره الثالثه طرشها المره الرابعه هبس لها يديها المره الخامسه كانت حامه وضربها الكرشه حتى جهدات مشات لدارهم غدرات في دارهم مع عائلتها خوتها كلشي حلف ما ترجع ليه ولكن هي باقا متردده ما عارفاش كتسولي واش نرجع ليه ولا لا السيد كان دايرني فوق راسو مخليش من جهدو باش يراضيني ولكن فيه داك العيب واش نقدر نرجع ليه ونحاول اني نصلح منو ولا نسمع الهضره ديال عائلتي وديال خوتي ونتفاهم شنو رايكم ما نقولش الراي ديالي انا بغيت نقرا التعليق ديالكم ونشوفوا هذا موضوع النقاش مشكلة النقاش والسيده باغا تعرف شنو باغا دير وحيره وتالفه احسن عوالة الصراحة لأن محطوطة في واحد الوقت لا تحسب عليه إوا لليتي اللي كتسعد عليكم تسمعوا هاد القصص هادو قصص واقعية ولا قصص فيها مشاكل ولا مشاكل اللي مطروحة من الناس وكنبغيو أننا نعالجوها والناس اللي كيبغيو يسمعوا شنو النصائح ديال الناس الإرشادات ديالهم كيبغيو يستشروا مع الناس مع المتابعين اللي كيتابعوا القصص غادي نطلب منكم أنكم تشاركوا في قناتي كل يوم قصة القصص الواقعية وغتلقاو بزاف ديال القصص في هاد الأنواع لو بغيتو تشاركوا معنا قصصكم اسمحوا لي على انستغرام قبل ما نقول لكم السلام كنعتذر على الصوت ديال البحر البحر طالع لي الدم حتى هو غضبان ما عرفت مالو كاين الصوت ديالو مجهد بزاف بحال داك كاين زي الاسد هذا الزائر ديال البحر غنتسنى الاراء ديالكم في التعاليق وحاولوا تنصحوا هاد السيده هادي شنو ممكن انها دير حطوا راسكم بلاصه لا قدر الله ما كنتمناو حتى شي واحد الصراحه ولكن هذه الدنيا كدور مازال ما كنعرفوش شنو جايبه لنا الايام السلام عليكم غنتسنى التعاليق ديالكم